بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي متابعي مدونة بحيري فورتك، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على شرح كامل لمنهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول. المنهج معانا مكون من 4 فصول، فصل الأول نظري، وبنبدأ من الفصل الثاني والثالث والرابع في شغل العملي. هتلاقي المنهج موجود معاك على شكل 4 مقاطع موجودين في الشانل بتاعنا على اليوتيوب بحيري فورتك. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك معنا في الشانل على اليوتيوب عشان يوصلك جميع الفيديوهات التعليمية الجديدة، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتزور مدونتنا باستمرار بحيري فورتك دوت بلوك سبوت دوت كوم. هعمل لك دلوقتي رابط ظهر قدامك دلوقتي على الشاشة، لو ضغطت على الرابط ده هتروح على القائمة الموجودة اللي فيها ال4 مقاطع الخاصة بالشرح، وفي لينك قدامك دلوقتي ظاهر لو ضغطت عليه هتعمل سبسكرايب وتشترك معنا في القناة على اليوتيوب عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. حتى نلتقي هترككم مع مقاطع الشرح، يا رب تستفيدوا منها ولو شيء بسيط. استودعكم الله واشوفكم في الحلقة الجاية بعد الشرح ده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في شرح منهج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول. منهج الفصل الدراسي الاول مكون من 4 فصول. الفصل الاول بيكلمنا عن حاجة اسمها حل المشكلات، الفصل الثاني بيدينا فكرة عن الفيجوال بيزك دوت نت كبرنامج وكلغة، الفصل الثالث بيكلمني عن خصائص ادوات التحكم، بنتكلم فيها عن بعض خصائص ادوات التحكم. من امثلة خصائص الادوات اللي احنا هناخدها هنعرف ايه هي خصائص النموذج، نعرف النموذج ايه هو وايه هي الخصائص الخاصة به، وهناخد اداة زر الامر بتون، والاداة ليبل، واداة تكست بوكس، وهناخد ادوات تانية كتير. في الفصل الرابع هنتكلم عن نافذة الأكواد. طيب نبدأ مع بعض. الفصل الأول بيكلمني عن حاجة اسمها حل المشكلات. حل المشكلات أو problem solving بيعلمني فيه إزاي إن أنا أحل مشكلة بشكل عام أو مشكلة برمجية. إيه علاقة حل المشكلات بمنهج الفيجوال بيزك اللي علينا كواحد بيدرس برمجة في الصف الثالث الإعدادي؟ الفكرة إن هو عايز يعلمك إزاي إنك أنت تقدر تحل مشكلة بتظهر قدامك. المشكلة اللي بتظهر قدامك دي هي عبارة انك انت عايز توصل لحل برنامج معين. بمعنى ان انا دلوقتي لو انا واحد مثلا الراجل اللي صنع برنامج الوورد، كان قبل ما يصنع برنامج الوورد قدامه هدف او مشكلة. المشكلة او الهدف دي هي ان هو عايز يصنع برنامج يقدر يعمل له عملية كتابة النصوص وتنسيقها وحفظها وطباعتها، فبالتالي قدر يوصل لحل المشكلة دي ان هو يصنع برنامج الوورد اللي يحل المشكلة. مشكلة تانية ان انا عايز اصنع برنامج يعمل لي عمليات حسابية، فانا قدام مشكلة او هدف عايز اوصله ان انا اصنع البرنامج ده. لما صنعت برنامج الآلة الحاسبة او الكالكوليتور قدرت ان انا احل المشكلة. فهنبدأ مع بعض الفصل الاول باول تعريف نظري فيه. احنا في العرض التالي اللي هيتشرح قدام حضراتكم دلوقتي احنا بنتكلم عن الاجزاء النظرية المهمة اللي بتيجي في الامتحان في ال4 فصول موجودين معانا في الفصل الدراسي الاول. اول تعريف معانا مهم اول تعريف معانا مهم هو تعريف اول تعريف مهم معانا هو تعريف المشكله. لو حبينا نعرف ايه هي المشكله بنقول اول تعريف معانا مهم في المنهج هنبدا بيه الشرح هو تعريف المشكله. لما احب اعرف المشكله او البروبلم هي هدف او ناتج نسعى للوصول اليه، ده تعريف مهم بيجي في الامتحانات. تاني تعريف معانا في الفصل الاول حل المشكله او بروبلم سولفينج، يعني الوصول الى الهدف او الناتج المطلوب من خلال معطيات واجراءات مرتبه. لما انا اشوف عشان اقدر ان انا اقارن بين التعريفين المشكله وبين حل المشكله، لو لقيت في السؤال بتاعي كلمه الوصول الى الهدف، الوصول المقصود بها ايه؟ حل المشكلة، يبقى الوصول معناها ان انا حليت المشكلة بتاعتي. طيب بعد ما عرفنا حل المشكلة هنتكلم عن حاجة مهمة في حل المشكلة، وهي بعد ما اتكلمنا عن حل المشكلة هنتكلم عن حاجة اسمها مراحل حل المشكلة. بعد ما اتكلمنا عن المشكلة هنتكلم بعد ما اتكلمنا عن المشكلة وعن حل المشكلة هنتكلم عن حاجة اسمها مراحل حل المشكلة.
ازاي ان انا قدامي مشكلة معينة وعايز احلها. مراحل حل المشكلة بيتم حلها من خلال 5 مراحل. المرحلة الاولى تحديد المشكلة، ان انا بحدد المشكلة بتاعتي من خلال اركانها الثلاثة. اي مشكلة بيكون ليها 3 اركان: مدخلات، اجراءات وعملياتها تتم، مخرجات. يبقى انا عندي مدخلات، اجراءات او عمليات، مخرجات. تاني مرحلة في مراحل حل المشكلة اعداد خطوات الحل. ببتدي اعد الخطوات اللي هتوصلني للحل، ودي بيبقى حاجة اسمها الخوارزمية. يسألني في الامتحان يقول لي ايه هي الخوارزمية؟ هي مجموعة من الاجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا التي يتم تنفيذها للوصول الى الهدف. طيب يسألني في الامتحان يقول لي الخوارزمية هي اولى مراحل حل المشكلة. غلط طبعا، الخوارزمية هي اعداد خطوات الحل، هي تاني مراحل حل المشكلة وليست اولى مراحلها. تالت مرحلة، انا عديت الخوارزمية في الخطوة اللي فاتت، جهزت له الخطوات ورتبت الخطوات اللي انا هعملها عشان اوصل للحل. ببتدي في المرحلة الثالثة اقعد على الكمبيوتر واعمل عملية تصميم للبرنامج على الكمبيوتر. طب انا صممت البرنامج على الكمبيوتر، صممت برنامج زي الوورد مثلا، هل بدي لمستخدم البرنامج على طول؟ لا، بعمل له المرحلة الرابعة، هي اختبار صحة البرنامج. انا بختبر البرنامج انا واشتغل عليه الاول. لو طلع البرنامج شغال وسليم يبقى احنا كده تمام. لو طلع البرنامج فيه اخطاء بعمل له عملية تصحيح للاخطاء. يبقى بعد تصميم البرنامج في الخطوة السابقة بعمل عملية اختبار صحة البرنامج وتصحيح اخطائه. صححت اخطاء البرنامج وطلع البرنامج شغال تمام، بعمل مرحلة اضافية ومهمة جدا، هي مرحلة توثيق البرنامج. مرحلة توثيق البرنامج دي بكتب فيها ان انا عملت برنامج اسمه كذا، مصنوع سنة كذا، وشارك فيه فلان وفلان وفلان. يبقى دي مرحلة بحط فيها كل المعلومات المتعلقة بالبرنامج. مراحل حل المشكلة من الأجزاء المهمة جدا في الفصل الأول معانا، يا ريت نذاكرها كويس. بتتكلم تاني عن أو مكونة من 5 حاجات: رقم 1 تحديد المشكلة، رقم 2 إعداد خطوات الحل، 3 تصميم البرنامج على الكمبيوتر، 4 اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطائه، 5 توثيق البرنامج. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها خرائط التدفق. خرائط التدفق دي عشان نتكلم عليها بالعامية كده قبل ما نشرح المصطلح أو التعريف بتاعها، هي عبارة عن زي ان انا لما اجي في الرياضة واعمل مسودة للمسألة بتاعتي قبل ما احلها. نفس الكلام، انا قبل ما اصنع برنامج كمبيوتر بعمل له حاجة زي مسودة كده، بحدد على اساسها الخطوات اللي انا همشي عليها لما اجي اصنع البرنامج بتاعي ده. المسودة عندنا في البرمجة مش بتتم بشكل عشوائي زي ما بتتم في الرياضة، لا، بتتم عن طريق قواعد معينة بتحكمني واشكال هندسية معينة بستخدمها في رسم المسودة. الاشكال والمسودة دي هي عبارة عن خرائط التدفق. طب نعرفها بقى المصطلح العلمي اللي معانا في المنهج. هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم بأشكال قياسية، أنا بستخدم فيها أشكال لتوضيح ترتيب العمليات اللازمة لحل مسألة أو مشكلة محددة. يبقى أنا الهدف من خرائط التدفق إن هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم باستخدام أشكال، مجموعة أشكال كده، من خلال الأشكال دي بقدر إن أنا أوضح العمليات اللي هتوصلني لحل مشكلة. إيه هي بقى؟ إحنا كده عرفنا تعريف خرائط التدفق، هنتكلم عن مميزات او اهميه خرائط التدفق. في الامتحان يقول لي اذكر اهم مميزات خرائط التدفق، او اذكر ميزتان من مميزات خرائط التدفق. انا عندي 3 مميزات مش 2. اهميه خرائط التدفق في ايه؟ ليه احنا بنعملها؟ رقم 1 مهمه جدا في توثيق البرنامج. احنا لسه في الجزء اللي فات قايلين انه من مراحل حل المشكله او خطوات حل المشكله، اخر حاجه كنا قلناها هي توثيق البرنامج، ان انا بعمل وثيقه للبرنامج. الوثيقه دي بتشمل كل حاجه متعلقه بالبرنامج، من ضمن الوثائق المهمه في البرنامج ان يكون للبرنامج خريطه تدفق. يبقى هي مهمه جدا في توثيق البرنامج. 2 تيسر فهم البرنامج ومفيده في شرح البرنامج للاخرين. الاخرين دول مش اللي هم مستخدمين البرنامج، لا، المبرمج اللي صنع البرنامج. انا صنعت برنامج وهو عامل له خريطه تدفق. لو انا في واحد تاني مبرمج وبيصنع برامج برضه، ممكن ان انا كمبرمج اوصل له الفكره اللي انا صنعت بيها البرنامج بتاعي من خلال خريطه الايه؟ التدفق. يبقى رقم 2 تيسر فهم البرنامج ومفيده في شرح البرنامج للاخرين. 3 توضح للمبرمج ما يجب عليه او ما يجب عمله فتسهل عليه كتابه البرنامج. احنا في الخطوه رقم 2 في حل المشكله كنت انا بقعد اعمل حاجه اسمها اعداد خطوات الحل، هي الخوارزميه. اعداد خطوات الحل او الخوارزميه دي من ضمن الوسائل اللي انا ممكن اعملها بيها خريطه التدفق، ان انا بعد خطوات الحل بتاعتي، بحيث ان انا في الخطوه رقم 3 في حل المشكله لما اجي اصمم البرنامج يبقى انا قاعد معايا ورقه كده مرسوم فيها خريطه تدفق موضحه لي الخطوات اللي انا همشي بيها. يبقى هنرجع تاني على السريع على الجزئيه دي. خطوات او خرائط التدفق هي تمثيل تخطيط يعتمد على الرسم باشكال قياسيه لتوضيح ترتيب العمليات اللازمه لحل مساله او مشكله محدده. وعرفنا مميزاتها، مهمه جدا في التوثيق، تيسر فهم البرنامج، توضح للمبرمج ما يجب عمله فتسهل عليه كتابه البرنامج. طب خريطة التدفق انا عشان اعملها بستخدم اشكال معينة في رسمها.
الرمز الاولاني اللي انا بستخدمه هو رمز البدايه والنهايه، او بنسميه الرمز الطرفي، بيبقى شكله بيضاوي كده. الرمز ده بيبقى لازم موجود في بدايه الخريطه وفي نهايه الخريطه من تحت. في البدايه من فوق بيبقى مكتوب جواه كلمه ستارت، وفي نهايه الخريطه بيبقى مكتوب جواه كلمه اند. وبنقول ان كل خريطه تدفق لابد ان يكون لها بدايه ونهايه واحده، ما ينفعش ان خريطه التدفق يكون ليها 2 ستارت او 2 اند. الرمز رقم 2 هو رمز الادخال والاخراج، ويتكون او هو عباره عن متوازي اضلاع. متوازي الاضلاع ده انا بستخدمه في ادخال المدخلات بتاعه العمليه بتاعتي اللي في خريطه التدفق، وبطلع فيه الناتج بتاعي. في حاله ما اكون في مرحله او عمليه الادخال لما بدخل فيه بيانات، ممكن استخدم احد الالفاظ، اما انتر او انبوت او ريد او جيت او ادخل، اي واحده فيهم لو حطيتها في الامتحان تنفع. ينفع ان انا ادخل فيه اكتر من قيمه في نفس متوازي الاضلاع، اكتر من قيمه على نفس السطر، اقول له انتر اي كوما سي كوما بي، او ان انا اقول له في متوازي اضلاع انتر اي وتحتيه متوازي اضلاع تاني انتر بي، تحتيه متوازي اضلاع تاني انتر سي. يبقى احنا ممكن في متوازي الاضلاع الواحد او في رمز الادخال واحد ان احنا ندخل اكتر من ايه، من مدخل. بنستخدم رموز ايه تاني او الكلمات الالفاظ اللي احنا بنستخدمها، انتر انبوت ريد جيت ادخل. بعد كده رمز المعالجه، وده اللي بتتم فيه عمليه المعالجه في البرنامج بتاعنا اللي احنا بنصنعه. في الغالب بنميزه بانه بيكون فيه علامة يساوي، وبيبقى موجود فيه حاجة اسمها جملة التخصيص، على شمالها علامة يساوي وعلى شمال علامة يساوي متغير واحد فقط. اقول لك مثلا سي بتساوي ايه زائد بي، يبقى على شمال علامة يساوي سي اللي هو رمز الايه التخصيص بتاعي، اللي يساوي احنا بنسميه معامل التخصيص. على اليمين القيمة اللي المتغير واخدها، وبنقول ان القيم الخاصة بجملة التخصيص مكونة من ثلاث أنواع، قيمة مجردة، قيمة من متغير، قيمة من تعبير حسابي. رابع رمز معانا في الأشكال المستخدمة في رسم خريطة التدفق هو رمز متوازي الأضلاع، ويستخدم في اتخاذ القرار. لو أنا عايز اتخذ قرار معين أو اختبر شرط معين بختبره في رمز متوازي الأضلاع، وبيتميز بأنه يدخل به خط اتجاه واحد ويخرج منه خطان على الاقل. الملحوظه دي بتيجي في الامتحانات دايما، تاني يدخل منه او يدخل فيه خط اتجاه واحد ويخرج منه خطان على الاقل. ليه بيخرج منه خطان على الاقل؟ لان انا فيه بختبر شرط معين، واي شرط في الحقيقه عموما بيبقى ليه على الاقل احتمالين، يا يا لا، ده اذا ما كانش ليه احتمالات اكتر. فاحنا هنا بنختبر شرط معين في المتوازي الاضلاع بتاعنا او في المعين بتاعنا اللي هو اتخاذ القرار، بيخرج منه خطان على الاقل. ملحوظة تانية في بتخص الرمز الخامس اللي هو رمز خط الاتجاه، وعبارة عن سهم من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. ده سهم يستخدم ليه أو خط اتجاه يستخدم ليه الربط بين أشكال خريطة التدفق. بعد ما برسم الخريطة بوصل ما بينها بالسهم، يجي لي في الامتحان ويقول لي للربط بين أشكال خريطة التدفق نستخدم نقط، احنا نقول له خط الاتجاه. سؤال تاني في الجزئية دي يقول لي الاتجاه الطبيعي من خريطة أو لخريطة التدفق عند رسمها يكون من نقط إلى نقط ومن نقط إلى نقط، نقول له من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. مفيش خريطة التدفق خالص، بتبدأ من تحت لفوق، الاتجاه الطبيعي من فوق لتحت ومن الشمال لإيه؟ لليمين. طيب احنا كده عرفنا خريطة التدفق وعرفنا أهميتها واتكلمنا عن الأشكال المستخدمة في رسمها. هنروح على الفصل التاني. الفصل التاني بادئ معايا بتعريف مهم خالص، احنا هنا بنشرح الجزئيات النظر المهمة في المنهج. الفصل الثاني اول تعريف فيه بيعرف لي حاجه اسمها لغه البرمجه. ايه هي لغه البرمجه؟ هي عباره عن مجموعه من الاوامر والتعليمات تكتب وفقا لقواعد معينه ويتم ترجمتها الى لغه الاله لتنفيذها. مجموعه من الاوامر والتعليمات طبعا اللي هي الاوامر اللي انا بقول بيها للزراير تعمل ايه. هفترض مثلا ان انا فاتح برنامج زي الوورد وبكتب كلام، وبعدين جيت احفظ. زرار الحفظ اللي انا بدوس عليه ده نفذ عمليه الحفظ بناء عليه، على ان هو متخزن جواه مجموعة أوامر بتقول له إن أنت لو انضغط عليك تعمل دلوقتي الحفظ. نفس الكلام في زرار الآلة الحاسبة، ليه لما بدوس على الزرار رقم واحد بيكتب لي رقم واحد على الشاشة؟ لأنه متخزن جواه أوامر بتقول له لو انضغط عليك روح على الشاشة واكتب له رقم إيه؟ واحد. يبقى دي فكرة البرمجة اللي هي فكرة صنع البرنامج عموما، إن دي عبارة عن مجموعة أوامر وتعليمات مكتوبة بطريقة معينة. الطريقة دي بتتحفظ جوه لغة البرمجة، وبنكمل تعريف ونقول يتم ترجمتها إلى لغة الآلة لتنفيذها. لغة الآلة دي إيه هي إيه؟ دي لغة أو اللغة الوحيدة اللي بيفهمها الكمبيوتر، حاجة اسمها لغة الآلة. طيب يبقى تاني التعريف، لغة البرمجة تعريف مهم في بداية الفصل الثاني، عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تكتب وفقا لقواعد معينة ويتم ترجمتها إلى لغة الآلة لتنفيذها. في ملاحظات هامة على لغة البرمجة، في عندي أربع ملاحظات مهمين جدا.
اول ملحوظه بتقول لي يوجد العديد من لغات البرمجه. انا عليا المنهج السنه دي لغه برمجه اسمها الفيجوال بيزك دوت نت، لكن هل دي اللغه الوحيده اللي احنا بنكتب بيها برامج الكمبيوتر؟ لا طبعا، في برامج كتير جدا. فاول ملحوظه بتقول لي يوجد العديد من لغات البرمجه طبعا لتنوع البرامج، ولكل لغه قواعد خاصه بها. احنا لما نقول لغه برمجه زي ما اقول لك لغه عربي او انجليزي او فرنساوي، كلمه لغه عموما معناها ان انا هستخدم حاجتين، قواعد وكلمات. يبقى نفس الكلام في لغات البرمجه، كل لغه من لغات البرمجه ليها قواعد وكلمات خاصه بها. الملحوظه رقم 2 ان جميع لغات البرمجه، يعني في لغات كتير غير الفيجوال بيزك، جميع لغات البرمجه دي بتتميز او بتتفق في انها كلها بالكامل تكتب اوامرها باللغه الانجليزيه. مفيش في الكون لحد دلوقتي لغه تكتب باللغه العربيه او باي لغه غير اللغه الانجليزيه. رقم 3 كل لغه تحتوي على حاجه اسمها مترجم او كومبايلر يترجم اوامرها الى لغه الاله. طب بترجمها للغه الاله ليه؟ لان لغه الاله دي هي اللغه الوحيده اللي بيفهمها الكمبيوتر، زي ما هتشوف في الملحوظه رقم 4 بنقول ان الكمبيوتر لا يفهم ولا ينفذ الا لغه الاله. طب هنا احنا بنقول لا يفهم ولا ينفذ الا لغه الاله، واحنا بنكتب بلغه برمجه اللي هي الفيجوال بيزك. طب ازاي بينفذ اوامرها؟ بينفذ اوامرها من خلال ايه؟ الكومبايلر اللي موجود مع الفيجوال بيزك. يبقى الفيجوال بيزك كلغه برمجه او اي لغه برمجه ثانيه بيبقى موجود معاها حاجه اسمها كومبايلر. وظيفه الكومبايلر او المترجم تحويل الاوامر الخاصه بلغه البرمجه الى لغه الاله عشان يقدر الكمبيوتر يفهمها. في الملحوظه الرابعه دي جزئيه مهمه، بيجي لي في الامتحان ويقول لك الكمبيوتر لا يفهم ولا ينفذ الا لغه الاله، صح ولا غلط؟ اقول له صح. طب لو قال لك الكمبيوتر لا يتعامل ولا لا يتعامل مع لغات البرمجه، غلط. الكمبيوتر بيتعامل مع لغات البرمجه. بس السؤال لو جالي الكمبيوتر لا يستطيع التعامل او لا يتعامل مع لغات البرمجه، غلط. هو بيتعامل مع لغات البرمجه لان فيها كومبايلر، انما هو لا يفهم ولا ينفذ الا لغه الاله. بعد كده هنتكلم عن لغه الفيجوال بيزك. بنقول تستخدم لغه الفيجوال بيزك دوت نت، فيجوال بيزك دوت نت في انشاء. وظيفتها ايه الفيجوال بيزك دوت نت دي؟ تطبيقات النوافذ، ويندوز ابلكيشن. يعني ايه ويندوز ابلكيشن؟ يعني جميع التطبيقات اللي ممكن هي تشتغل على نظام الويندوز، سواء كان ويندوز اكس بي او ويندوز 7 او اي نظام ويندوز عموما، التطبيقات اللي هيعملها الفيجوال بيزك دوت نت دي بتشتغل عليه اللي هي الويندوز ابلكيشن. وتتميز بان لها واجهه رسوميه، جي يو اي، جرافيكال اختصار كلمه جرافيكال يوزر انترفيس. يعني ايه جي يو اي؟ البرامج اللي بتشتغل على الويندوز عموما كلها بتتميز بالكامل ان ليها واجهه رسوميه، هي عباره عن رسومات. انت تيجي مثلا تفتح برنامج زي الوورد او الرسام او اي برنامج موجود على الويندوز، هتلاقي عباره عن زراير مرسومه قدامك. انت تدوس على الزرار هينفذ الامر اللي جواه، تدوس على قائمه مرسومه قدامك، تفتح القائمه هتتفتح معاك القائمه، هتختار اي امر منها هتنفذ لك. فدي كانت واجهه معموله على شكل رسومات معينه. قبل ما تطلع الجرافيكال يوزر انترفيس، احنا كنا عشان ننفذ الامر اللي موجود مثلا جوه اوكي او حفظ او كانسل، كنت مطالب بانك تحفظ الاوامر او الاكواد اللي مكتوبه بالانجليزي جوه الزرار نفسه. لكن دلوقتي الجرافيكال يوزر انترفيس اللي جوه الويندوز ابلكيشن، تطبيقات الويندوز، اصبحت بتمكنك من انك بس تعاملك مع البرامج بالكامل، بيقتصر على انك بتدوس على قوائم وازرار. وطبعا بالتالي دي كانت اسهل بكتير البرامج اللي بتعتمد على الواجهه الرسوميه، ان الرسومات وانت مش مطالب بانك تبقى حافظ اكواد ولا اوامر جوه القائمه ولا الزراير، انت بس بتدوس على الرسمه اللي انت عايزها، الزرار اللي انت عايزه، بينفذ لك الامر الخاص بيه. من امثله تطبيقات النوافذ، التطبيقات النوافذ اللي بتشتغل على الويندوز، الرسام، المفكره، الاله الحاسبه، الدفتر، مستعرض الانترنت اللي بندخل بيه على الانترنت، جميع البرامج الثانيه، الوورد، الباوربوينت، الفوتوشوب، كل دي برامج تطبيقات نوافذ اللي هي بتستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس. بعد كده في تعريف مهم معانا في الفصل برضو، وهو الكائن او الاوبجكت. الكائن هو وحده البناء. الكائن او اوبجكت هو وحده البناء الاساسيه في لغات البرمجه كائنيه التوجيه، ويتم انشاؤه من تصنيف معين. تعريفه مهم معانا. الكائن ده المقصود بيه، المقصود بيه اي حاجه موجوده جوه برنامج كمبيوتر، زرار، قائمه، مسطره في الوورد مثلا، منطقه كتابه في الوورد، كل دي عباره عن كائنات او اوبجكت. طب الكائن ده بينشا منين؟ بينشا من حاجه اسمها كلاس او تصنيف. فبنقول التصنيف او الكلاس هو مخطط او قالب يتم انشاء الكائنات منه، وهذا المخطط يحتوي على خصائص ووسائل واحداث، والاحداث التي ياخذها اي كائن ينشا منه.
يبقى انا عندي دلوقتي في تصنيف او كلاس او مخطط او قالب، من خلال القالب ده انا بنشئ ايه؟ كائنات. يبقى التصنيف ده هو بينشئ لي مجموعه كائنات. يبقى ممكن ان انا من خلال تصنيف واحد انشئ كذا كائن. وبنقول ان لكل كائن، اي كائن احنا بنعمله في لغه البرمجه او في البرنامج بتاعي، بيكون لي خصائص تميزه، احداث تقع عليه، وسائل تعبر عن استجابته للحدث الواقع عليه. يعني ايه بقى؟ انا معايا مثلا في برنامج الآلة الحاسبة، لو جيت افتح برنامج الآلة الحاسبة هبص عليه بالشكل ده اهو، كل دي كده عبارة عن كائنات. الزراير الموجودة قدامي دي كده عبارة عن كائنات، منطقة الكتابة دي عبارة عن كائن، القائمة اللي بتفتح وتقفل معايا فوق دي عبارة عن كائن، الزراير المسؤولة عن الاغلاق دي عبارة عن كائن، كل دي ايه؟ اسمها في لغة البرمجة كائنات. يبقى ده كده الكائن هو وحدة البناء الأساسية في لغة البرمجة. أي برنامج وحدة بناءه قايمة على الكائنات أو الزراير ده هنا. طيب كل كائن بيقول لي له خصائص تميزه، الزرار ده مرسوم عليه واحد، ده مرسوم عليه اتنين، الزرار بتاع صفر ده تلاقيه عريض شوية، الزرار بتاعه يساوي طويل، يبقى له خصائص. أحداث تقع عليه، يعني أنا لو عملت عليه حدث معين دوست عليه أهو على اتنين كتب لي اتنين، عملت فيه ستة على يساوي طلع لي الناتج، يبقى كل زرار ليه حدث بيعمله. وسائل هي استجابة الكائن بتاعي للحدث، دي اسمها الوسيلة. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا جيت دوست على 8، كون ان 8 ظهرت هنا هي دي الوسيلة بتاعت الزرار 8، يبقى دي الوظيفة. الوسائل هي الوظائف. يبقى 7 طبع لي 7، 1 كتب لي 1 يساوي بيديني الناتج، هي دي الوسيلة بتاعت الزرار. يبقى كل كائن له خصائص اللي هي الشكل او السمة بتاعته، احداث تقع عليه ان انا بدوس عليه بيعمل حاجة، الوسائل اللي هي الوظيفة بتاعت الزرار بتاعي. دي كده الجزئية الخاصة بالكائنات، قلنا بيها خصائص احداث وسائل. بعد كده اطار عمل دوت نت او الدوت نت فريم ورك، يقول لي ايه هي وظيفة الدوت نت فريم ورك كمصطلح كده اسمه دوت نت فريم ورك. بنقول يوفر بيئة تصميم للتطبيقات، بيعمل لي حاجتين، اول حاجة بيعمل لي تصميم للتطبيقات. طب تطبيقات ايه؟ بيعمل لي ثلاث انواع من التطبيقات، تطبيقات المكتبيه النوافذ اللي بتشتغل على الويندوز يعني، رقم 2 تطبيقات الويب اللي بتشتغل على الانترنت، رقم 3 تطبيقات الموبايل اللي بتشتغل على الموبايلات. يبقى بيعمل لي ثلاث انواع اطار عمل دوت نت او وظيفتها دوت نت فريم ورك. بتعمل لي ايه بيئه تصميم التطبيقات دي؟ طب بتعمل لي ثلاث انواع من التطبيقات، تطبيقات مكتبيه تشتغل على الويندوز، تطبيقات ويب، تطبيقات موبايل. طب غير عملية التصميم بيعمل لي الوظيفة رقم 2، هو بيوفر بيئة تشغيل كمان للتطبيقات الثلاثة دي. يبقى التطبيقات الثلاثة ده هي إطار عمل الدوت نت فريم ورك، بيعمل فيها إيه أو بوظيفته إيه؟ بيعمل للثلاث تطبيقات دي بيعمل لها تصميم، بيصممها ونقدر كمان أو أقدر كمان أنا أعمل لها عملية إيه؟ تشغيل. يبقى تصميم وتشغيل التطبيقات الثلاثة اللي هنا دول. بعد كده في سؤال بيجي في الامتحان ويقول لي إيه هي أهم أو أذكر أهم مكونات دوت نت فريم ورك. هحفظ الاربعه اللي قدامي دول عشان ابقى عارف مكونات دوت نت فريم ورك. اقول له رقم 1 بيئه التشغيل، رقم 2 مكتبات تصنيفات النظام، رقم 3 المترجمات او الكومبايلر، 4 ادوات اخرى. جميع الاجزاء اللي انا بشرحها دلوقتي دي هي اجزاء النظري في الفصل الدراسي الاول، وهي بالكامل مهمه وبالكامل اسئله امتحانات. تاني، مكونات الدوت نت فريم ورك، بيئه التشغيل، مكتبات تصنيفات النظام، المترجمات او الكومبايلر، ادوات اخرى. احفظ الاربعه دول كمكونات ليها. بعد كده في مصطلح اسمه مصطلح IDE، وهو اختصار Integrated Development Environment. احفظ المصطلح ده لان بيجي لي في الامتحان يقول لي IDE اختصار نقط ويديني الكلمات دي، فمش هيطلب منك السبيلنج لكن ممكن يديك المصطلح مكتوب غلط، فانا على الاقل مش لازم احفظ السبيلنج بس احفظ الكلمات Integrated Development Environment اللي هو IDE. يعني ايه بالعربي؟ يعني بيئه التطوير المتكامله. طيب الاي دي اي، بيئه التطوير المتكامله دي ايه هي او مصطلح ايه الغرض منه؟ الغرض منه ان هو عايز يعرفك ان من امثله الاي دي او من امثله بيئه التطوير المتكامله برنامج الفيجوال بيزك اللي عليك. عشان كده لما جه في العنوان بعد كده وقال لك مكونات شاشه اي دي اي، ما قالكش مكونات الشاشه الرئيسيه للفيجوال بيزك دوت نت، لانه اعتبر ان الفيجوال بيزك دوت نت احد امثله الاي دي اي او بيئه التطوير المتكامله، وعايزك ما تتلخبطش بينه وبين الجزئية اللي فاتت اللي هي الدوت نت فريم ورك. انا كنت بديك في الجزئية اللي فاتت، انا دلوقتي بشرح لك مكونات الشاشة الرئيسية IDE، لسه شرحين من شوية مكونات الدوت نت فريم ورك الاربعة اللي احنا لسه شرحينهم. طيب هنيجي دلوقتي على مكونات شاشة IDE اللي هي Integrated Development Environment او بيئة التطوير المتكاملة، بيجي في الامتحان
يقول لي يشير مصطلح نقط الى بيئه التطوير المتكامله، اقوم انا اقول له اي دي اي، مش لازم اكتب له دي، بكتب له اي دي اي. يقول لي يشير مصطلح اي دي اي الى نقط، اقوم اقول له بيئه التطوير المتكامله. طيب يسالني في الامتحان يقول لي مكونات شاشه اي دي اي الرئيسيه، اي دي شاشه اي دي اي المقصود بيها بمعنى اصح كده مكونات الشاشه الرئيسيه الفيجوال بيزك، يعني الشاشه اللي بتظهر لي اول ما بفتح الفيجوال بيزك. احنا طبعا شرحنا مكونات الشاشه الرئيسيه الفيجوال بيزك شرحناها بالتفصيل في جزء الفيديو المتعلق بالفصل الثاني معانا، شرحناها بالتفصيل، لكن هنراجع عليها نظريا دلوقتي على السريع. رقم واحد، النموذج او فورم هو النافذه التي يصمم عليها واجهه البرنامج برسم ادوات التحكم مختلفه عليها. رقم اثنين، صندوق الادوات او التول بوكس يحتوي على الادوات او ادوات التحكم التي يتم وضعها على نافذه النموذج. ثلاثه، نافذه الخصائص او البروبرتي ويندوز تحتوي على خصائص الادوات وتستخدم في تغيير الخصائص الافتراضيه للادوات. اربعه، مستكشف الحل او سوليوشن اكسبلورر ويعرض اسم الحل واسماء المشاريع واسماء الملفات داخل كل مشروع. دي موجوده بالتفصيل في الفيديو الخاص بالفصل الثاني ومشروح كل جزء منها بالتفصيل. هنروح على الفصل الرابع والاخير، وده بيكلمنا عن حاجه اسمها نافذه الاكواد. نافذه الاكواد دي قبل ما نرجع ليها كده، هي المسؤوله عن انك انت بتكتب فيها الكود الخاص بكل زرار. احنا لما وصلنا لحد الفصل التالت كنا عرفنا ان احنا ازاي نستخدم الادوات من صندوق الادوات. طب في الفصل الرابع انا عايز اقول للزرار ده تعمل ايه، فهنستخدم دوت من خلال حاجه اسمها نافذه الاكواد. انا عشان افتح نافذه الاكواد هنشرحها بالتفصيل في العملي في الفصل الرابع، لكن هناخد الاجزاء النظريه فقط في الفصل الرابع. اول جزء نظري مهم معايا في الفصل الرابع هو تعريف حاجه اسمها معالج الحدث او ايفنت هاندلر. لما يقول لي ايه هو معالج الحدث، اقول له هو اجراء معين يتم استدعائه عند وقوع حدث معين اسمه ايفنت هاندلر. تاني جزء نظري معانا هو صيغه ضبط الخصائص برمجيا، ازاي ان انا اضبط خاصيه لاداه معينه من غير ما اروح على الجزء الخاص بالبروبرتي ويندوز. عايز اغير خاصيه لزرار معين مثلا، اغير النص الظاهر عليه، اغير الباك كولر بتاعه، اغير الفور كولر، اغير اي حاجه فيه من غير ما اروح على البروبرت ويندوز. الكلام ده بيتم من خلال ايه؟ من خلال الجمله اللي موجوده قدامي دي. والجمله اللي موجوده قدامنا دي هي احد قواعد لغه برمجه الفيجوال بيزك دوت نت، ودي القاعده الوحيده اللي علينا في المنهج، موجوده في الفصل الرابع مش هناخد غيرها. القاعده بتقول ايه باختصار؟ كنترول نيم، لو انا عايز اغير خاصيه اداه معينه بقول له كنترول نيم دوت بروبرتي بتساوي فاليو. يعني ايه كنترول نيم؟ اللي هو اسم اداه التحكم او الكائن اللي انا عايز اغير الخاصيه بتاعته دوت الخاصيه، يعني الخاصيه اللي انا عايز اغيرها تساوي فاليو القيمه اللي انا عايز اديها له. ومديك مثال هنا بقول لك لتغيير النص الظاهر على الاداه تكست بوكس، ده اللي هو اسم الاداه، الى جمهوريه مصر العربيه. بنكتب ايه بقى؟ هنطبق القاعده بتاعتنا على المثال. القاعده بتقول ايه؟ اسم اداه التحكم، انا بقول لك في المثال هنا اسمها تكست بوكس 1، يبقى اسمها تكست بوكس 1 دوت الخاصية او البروبرتي، الخاصية اللي عايز اغيرها اللي مسؤول عن تغيير النص الظاهر المفروض ان انا عارفها هي الخاصية ايه؟ تكست تساوي القيمة، انا عايز القيمة تبقى ايه؟ التكست النص الظاهر يبقى ايه؟ جمهورية مصر العربية. بروح اكتب له تساوي جمهورية مصر العربية، وطبعا بنحط علامات التنصيص دي في حالة لما نقول يساوي وبنكتب نص بعد يساوي بنحطها بين علامات تنصيص. يبقى لما جينا نغير النص الظاهر على اداة التكست بوكس 1 قلنا تكست بوكس 1 دوت تكست تساوي جمهورية مصر العربية، اسم الأداة دوت الخاصية تساوي القيمة اللي أنا عايز أديها لها. في ملحوظة بسيطة، بنقول إن قيم الألوان تكتب، ما بتكتبش أقول له مثلا بتساوي ريد أو بتساوي بلاك، لا بقول له بتكتب كده color دوت ريد. وإديتك مثال بقول لك لإعطاء لون أحمر، لإعطاء قيمة اللون الأحمر، مثال جعل خلفية الأداة button 1، أنا عندي زرار اسمه button 1 عايز أخلي الخلفية بتاعته حمراء، بنكتب إيه؟ نكتب هنطبق القاعده برضو اللي فوق، اسم الاداه button 1 دوت الخاصيه المسؤوله عن تغيير لون خلفيه باك كولر تساوي، ما اقولوش تساوي ريد، لا بقول له تساوي كولر دوت ريد. والمفروض ان انا احفظ السبيلنج بتاع كلمه ريد وبتاع كلمه يلو وبتاع كلمه بلو وكلمه بلاك، الالوان الرئيسيه وكلمه جرين. ليه؟ عشان ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي اكتب الكود اللازم لجعل خلفيه الزر button 1 حمراء او زرقاء او صفراء من غير ما يقول لك ان الكلمه دي اسمها كذا. فانت المفروض انك انت تبقى حافظ اسماء الالوان الرئيسيه على الاقل، احفظ بس اللون الاحمر الازرق الاصفر الاسمر. في الغالب ما بيجيش اسئله او والازرق كمان معاهم، ما بيجيش الاسئله معديه الالوان دي. بعد كده بيجي السؤال بيطلب منك تغيير لون خلفيه على القيمه المطلوبه، بتدخل له القاعده الثابته معاك كنترول نيم دوت بروبرتي بتساوي فاليو. وبكده بنكون انتهينا من شرح الفصل ده المنهج الحاسب الالي. في زرار ظهر قدامك دلوقتي، اضغط عليه عشان تروح
للأربع مقاطع الخاصة بالشرح كاملة. ما تنساش تزور مدونتنا بحيري فورتك دوت بلوج سبوت دوت كوم، وتزور صفحتنا على اليوتيوب youtube/بحيري فورتك عشان توصلك جميع الفيديوهات التعليمية الخاصة بينا، وتتابع كم هائل جدا من الفيديوهات الموجودة على الصفحة الخاصة بينا. زرار سبسكرايب أو اشترك ظاهر قدامك دلوقتي، اضغط عليه عشان تشترك معنا في القناة. وحتى نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.